يحصلون على شغف كبير في هذه المباراة، في هذه القمة المنتظرة، قمة الهلال، صافرة البداية. الهلال صاحب الأرض وصاحب البداية، مع البداية يلعب كرة، ما في جس نبض ما بين الفريقين، صفحة مفتوحة للفريقين. ياسر الشهراني سيطر على كورته، عاد كورته إلى حارس المرمى عبد الله ستيري. عبد الله ستيري لما يكون حارس في المباريات اللي لعبها الماضية ما خسر الفريق معاه ولا مباراة، لعب 8 مباريات وما خسر الهلال معاه، لما خسر هو خسر من الفتح مباريتين ما كان هو الحارس. أوزيا لأول مرة بأول لمساته يلعب كوستافو بوليفار اللاعب الكولومبي، ياخذ كورته ينقل كرات الشهراني. ياسر لعب كورة، ياسر الشهراني يسيطر ينتظر إلى القرني، نقلات هلالية، تمريرات الآن إلى المدافع أوزيا دي باولا اللاعب البرازيلي، 31 سنة لهذا اللاعب البرازيلي، لاعب كريكوما البرازيلي، هو جاي من درجة ثانية على فكرة في الدوري البرازيلي. يلعب كرة، نقلة، تمريرة، محاولات، باستوس أخذ كرة نقلها إلى يوفي، انطلاقة نصراوية، يوفي انطلق في محاولات، يوفي صفرة وعدت إلى خارج الملعب إلى ركلة زاوية. أزويا اليوم أزي البرازيلي يريد أن يقول كلمة من تمريرة، عادت مرة ثانية غوستافو بوليفار ينقل كرة إلى نامي، حياها على صدره، استلام من نامي، انتظار، يقول له تعال خذ مني الكرة، أخذها الفرج تحرك، يا سلام يا الله، برافو برافو، تمريرة من بين القدمين حركت كل الجماهير، لكن التمريرة الأخيرة ما وصلت. الأهداف الكثيرة، لكن عندما يخسر من أمام الفتح فإن لوبيز لا يظهر أبدا. كرة منقولة، محاولة، خذوا هات إبراهيم غالب، انطلق مهارة من إبراهيم غالب، أخذ بالوحدة وقف، كرة بالجول، كرة بالجول، الله الله، العالمي سجل أول أهداف في المباراة، المتخصص السهلاوي في مثل هذه المباريات، العالمي بالتصميم يريد العودة على حساب الزعيم، يريد العودة على حساب الزعيم، يريد رد ديونه، يريد رد الديون على حساب الزعيم، بإرادته وتوقيعه وتصميمه سجل النصر أول أهداف في المباراة. قلنا النصر أفضل، قلنا النصر أحسن، العالمي تشهد له، شوف الإعادة، خذ الإعادة وانتوا تنتظرونها، شوف إبراهيم غالب يا عيني عليه، وقف نامي، ثبت نامي، اللعبة بالرأس وتكملت من السهلاوي، وتكملت من السهلاوي. لما يحضر النصر لازم تقول عليه السهلاوي حاضر، سجل الأصفر وببريقه الكامل لون الذهب. أوزيا دي باولا يمرر، الفرج انطلق، أخذ مساحة هناك على الطرف الأيسر، فيما كرة ممتازة هلالية، روعة الهلال تظهر الآن في محاولة للتصويب، تصويبه، ولكن عدت هذه الكرات المتحركة، حاول فيها سالم الدوسري، ياما وياما سجل، كان كانت آخر كرات أمام الاتفاق، كومبواريه بصافراته، لكن مع صافرات الجمهور، ما أعتقد أن صافرة كومبواريه صاحب تسديدات. ياسر قحطاني من نفس الزاوية سجل على هجر في مباراته الأولى بعد عودته مع العين الإماراتي. خطأ، نظرات القناص، ياسر القحطاني صوب لكن اصطدت في الحيطة، اصطدت في الحيطة. ياسر مرة ثانية، محاولة هلالية أمام المرمى، خطيرة هلالية، خطيرة من وسلي لوبيز، بدأت الأمواج الزرقاء، بدأ الكبرياء الهلالي يظهر بعد أن كان الضغط عليه حوالي أكثر من 20 دقيقة في مسلسل أول من خلال كارينيو ورفاقه، من خلال النصر وما يفعل في مباراة اليوم. اليوم الرد الهلالي يأتي سريع، كاد الهلال أن يعادل النتيجة، كاد الزعيم أن يعود إلى النتيجة، لكن إلى ركلة زاوية، منقولة دخل جزاء بالرأس إلى خارج الملعب. الله الله، الهلال لا يرضى أن يضرب على ملعبه، لا يرضى أن يقهر على ملعبه تحديدا، وإن كان ملعب الفريقين. شوف الإعادة، اللعبة من ياسر القحطاني حطها بزاوية معلم لكن راحت بعيدة، هذا الخطأ اللي اصطدت في شايع شراحيلي. لكل المتابعين، بعض المدربين عندهم عنصر المغامرة، حسين عبد الغني بمهارة عالية أخذ أول، لعب كرة شايفين الطرف الأيسر داخل منطقة الجزاء، السهلاوي هيا صوب ولكن عدت إلى خارج الملعب وإلى ركلة مرمى. أوه أوه أوه، ما
ما يفعله، لكن الفرنسي الآن والله العظيم متوهق متورط كومبواريه على الأداء اللي موجود في مباراة اليوم. شوف الإعادة حسين عبد الغني، وشوف الطرف الأيسر النصراوي، الطرف الأيمن الهلالي، الفتحة والجبهة اللي موجودة عند محمد نامي. يقول زميل عادل البطي محمد نامي عند العامل الهجومي أكثر، بل كان الهلال يحتاج إلى عامل دفاعي لسد الثغرات الماضية إلى خارج الملعب وإلى ركلة مرمى. السهلاوي ناوي، السهلاوي ناوي على جول ثاني. كرة هجمة ثانية، نقلة، انطلاقة الشهراني، سلمان الشهراني انطلق، طلب الكرة، لعبها هذه كرة منقولة للأمام، ملعبه بالرأس، بالرأس، الله 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 يا ياسر، مثل هالكرات ما يخطئ فيها ياسر. ياسر الشهراني إلى ياسر القحطاني، شوف المثلثات الرائعة، شوف كرات ياسر الشهراني، يا عيني يا عيني على الوفر من زاوية صعبة. اليوم باهي راكبة مع ياسر القحطاني، كان الهلال قريب جدا على تسجيل هدف التعادل، كان الزعيم على كبرياءه أن يعود في هذه المباراة. قلنا جملة قبل بداية المباراة وقلناها بالمختصر، ثقافة الزعيم أمام روعة العالم الإكوادوري اللي عاد أيوفي راح مطالب أنه يروح مع منتخب بلاده في يوم 6 فبراير، راح يلعب مباراة ودية دولية مع البرتغال. عارفين أن النصر والهلال عندهم مهمة في كأس ولي العهد، وهكذا سيداتي أنساتي سادتي كونهوفر الألماني يطلق صافرة بنهاية شوط المباراة الأول.